لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الأسد. مواليد الأسد النهاردة القمر المكتمل بيدعمهم جدا في منزل الحظ، فمواليد الأسد هيكون عندهم كل السحر والتألق، وهيكونوا بيتكلموا ببراعة وبطلاقة أكتر. وأشوف إنه مواليد الأسد كمان النهاردة ممكن يكون عندهم فرصة للتطور ويزودوا معلوماتهم، ولو عاوزين يسافروا ممكن يكون عندهم فرصة للسفر أو للتخطيط لسفر. فيجو.